صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرتكب ذنبا وهو من الكبائر ثم أتوب إلى الله ثم أعود إليه ثم أرتكبه مرة أخرى، فهل توبتي صحيحة مقبولة؟ عليك بالعزم على التوبة وعدم العودة، لكن لو غلبك الهوى والشهوة النفس فلا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله مرة ثانية، تب واعزم. وإذا غلبك الشيطان والنفس فلا تيأس من رحمة الله وتترك التوبة، تقول خلاص أنا تبت كم مرة ولا لا، لا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فتوب إلى الله لكن توبة صحيحة، ما هي توبة باللسان فقط. نعم، واترك الأسباب. قد يتوب الإنسان لكنه ما يترك الأسباب التي توقعه في الذنب، فيبتعد عن الأسباب التي أوقعته في الذنب من أجل أن يسلم من جلسة سيئين، نظر في القنوات أو في الفضائيات أو في الإنترنت، هذا يسبب لك أنك ترجع في المعصية. ابتعد عن أسباب المعصية مع التوبة.